نتحذر شو وصفتنا اليوم. انا بلشت هيك نقرش شويه سريان وزبيب. شو دلال؟ ولعانه اليوم. ليكي ولعانه بارينات كثير حلوين. صح، هيدا الشيء بدنا نعمله اليوم. ما بدنا نعمل فرين، بدنا نعمل اللي بحب الفرين. اكيد. اليوم هيك وصفتنا سهله وسريعه. اليوم حبيت اشتغل بالسميد تينا يلي اكيد كل ست بيت بتعرف تشتغله. بدنا نعمل قسمين، قسم بدنا نضيف له الجبنه، حيلا نوع من الجبنه العكاوي المشلله يلي اكيد بلا ملح، بدنا نزيل الملح، نزول الملح عنا. وبدنا نعمل كمان وصفه السميد مع جبنه الماسكربون. هلا ما خلصت هون وصفتنا، هون سميت فينا نوضعهم بيجات، بس اليوم حبيت اشتغل هيك بالقوت يلي بدي لوحه شوي على نار مع الكورن فليكس، وبدنا نزين شوي بمربى التين بحيلا شيء نحن بنحبه ونقدمه. اوكي. هي نجيب من البراد جبنه الماسكربون او القريشه. خلينا نبلش وصفتنا. بعرف انه يمكن العديد من المشاهدين بيعرفوا يعملوا السميد. اليوم اذا عم نحكي على كوبين او اربع كبيات من الحليب، عم نحكي على كبيه ونص من السميد، ونعطي هيك نكهه اطيب. بدنا نضيف شويه من الموارد والمزهر. واليوم مثل ما كل مره بنقول انه بقلب السميد فينا اكيد حنوضع شويه من السكر، مثل ما فينا نحط شويه من العسل. اليوم حبينا نشتغل زيت الوصفه بس نضيف الاجبان. اوكي، كيف بنبلش؟ منبلش اليوم عم نشتغل بكبيتين من حليب السائل. نسخنهم. بدنا نسخنهم، واليوم كمان هيك بدي اقول للمشاهدين، يعني انا وقفت اليوم على بكره هيك بوصفتي بين او نشتغل سميد كسميد مع جبنه يلي نحن معودين عليها، او كمان فينا نعمل دي تارت، يعني عجينه التارت يلي معموله من الكورن فليكس. اليوم قلنا لا بنشتغل بسميد يلي بدنا نوضع له الكورن فليكس، لكن اليوم عم نشتغل. خلينا نبلش هيك اول شيء. لكن وقت نقول سميد احنا عم نحكي على حليب سائل، عم نحكي على مزهر وموارد، شويه من السكر العادي، هون سكر ذوق تينا، في ناس بحبوا السميد يكون حلو. حلو، في ناس ما بحبوه حلو، شوية من السميد. واليوم عم نحكي على الأجبان أو القريشة يلي بدنا نضيفهم على وصفتنا. لكن وضعنا الحليب السائل بطنجرة، بدنا نضيف شوية من السكر، ما بدنا نكتر لأنه اليوم نحن عم نشتغل بالجبنة، مثلا رح نحط ملعقتين من السكر. أول ما يسخن الحليب ورح يصير يبلش بده يغلي، منضيف السميد، منضيف شوية المزهر والموارد، وبنختم بالجبنة اللي بنحبها. واليوم بدي أقول للمشاهدين أنه حتى هيدي وصفة فينا نضيف بقلبها القوط والكورن فليكس كمان بتطلع طيبة. سو السميد قد ايه بده حليب، يعني مقدار كبية السميد تنقول؟ مثل ما قلنا لكل اربع كبيات حليب بدنا كبية ونص، يما كبية وشوي من السميد، لانه كمان ما بدنا اياه يكون كثير كثير سميك قاسي. اوكي. هلا في ناس ما بحبوا السميد هالقد قاسي تينا، بخففوا شوي سميد. عم نحكي على طبخة السميد، يعني خلطة السميد. قد ما انه نحن ما بنحبها هالقد شديدة، قد ما بنخفف كمية السميد. هلا دقيقتين بنحط السميد. هون في عنا زيت الوصفة، كمان بدنا نوضع كوبين من الحليب السائل. لكن مثل ما قلنا انه اليوم وصفتنا هي زيت الطبخة، زيت الوصفة، بس هي الجبنة يلي بتختلف فيها.
اول ما يبلشوا يشتدوا بدنا نضيف الجبنه. بدك اعذب لك اياهم؟ ما فيني ما اعذبك تينا. لا انا بدي بتساعدك بالمشروع. هيدي الجبنه عم نستعملها اليوم عكاوي. صح. حتى بشيل عكاوي بحس بالحلويات مشاكل. كثير مهم انه نشيل الملح يعني اليوم بدنا نحليها. اوكي. فينا نكتفي هون. خلصت وصفتنا تينا، شو رايك هيك نتفنن بملعقة من القوت بقلبها؟ مع شوية من الكورن فليكس. خلص ثانك يو. مع شوية من الكورن فليكس. هيك يلي ثانك يو. فوالا حنكتفي هون لننتقل. حقلبهم لنعبي. سو هي سخنة المفروض نسكبهم مش هيك؟ ايه صح. حنوضعها على جنب. سو هن بنسكبهم بكاسات بفيرينات او حتى جات واحد اذا بدنا كمان. اكيد. نرجع منزين الوجه. سو هون عم نعمل خلطتين مختلفين اليوم. خلطتين مختلفين مثل ما حكينا. اول وحده حطينا فيها جبنه العكاوي، تفننا بشويه من القوط مع مزيج من الكورن فليكس، حطينا حليب سائل، شويه من السكر، الجبنه والسميد، مزجناهم كلهم سوا. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نوضعهم ببول ونبلش نعبي الفيرين. تكيت خلصت وصفتنا الثانية يلي هي زيت الوصفة تينا. بس شو بتختلف؟ هي الجبنة. اليوم حبينا نشتغل بجبنة الماسكربون أو القريشة يلي كمان بتطلع طيبة معه. ولا حنكتفي هون. كثير طيب الجبنة. خلينا نشيل هيدا، نشيل السكر. فوالا نرجع على زيت الوصفة. اليوم عم نحكي على حليب سائل. هلا بدنا نعبي الفيرينات. عم نحكي على حليب سائل، شوية من السكر، بدنا نضيفهم شوية من جبنة الماسكربون كمان. فوالا حطينا الحليب، بدنا نحط شوية من السكر. فينا ما نحط سكر. السميد. اوكي. هلا بنحط شوية من القلوبات هون مع جبنة الماسكربون. سو القلوبات رح ندخلهم بقلب الوصفة. بقلب الوصفة. هون فينا نحط كورن فليكس وقوت قد ما فينا، يعني فينا نحط نص كباية من الكورن فليكس مع مزيج من القوت. أوكي. نخلطهم سوا. هوني ما بتقولي لي ما بحب الماسكربون، فينا نستبدل بالقريشه اللي كمان بتطلع طيبه كثير مع السميد. وهول كثير مهم انه نعبيهم، مش نتركهم وبعدين نتذكر انه نعبيهم. لا بدنا نعبيهم لانه السميد دغري بيجمد. هلا نحن حتى لو ما لحقنا، انت ديجا محضره من قبل. بدهم ينحطوا بالبراد من بعدها. اكيد افضل مسقعين. وبدي اقول اليوم اذا عنا عزيمه غدا او عشاء فينا نشتغلهم اكيد قبل بوقت. في وصفات قد ما تسقعوا قد ما بكونوا اطيب. لكن هون اول ما هيك تشتد وتبلش تغلي بدنا نضيف المظاهر مع الموارد. بدنا نضيف جبنه الماسكربون، القريشه، حتى فينا نستبدل بالشوكولا. شوية من القلوبات بدنا نقدمهم دون ديفيرين ونزينهم بهيدي الطريقة، يعني نحط على وجههم الكورن فليكس. فوالا بلشت تشتد وصفتي. هلا بنزيد المظاهر والموارد.
وبدنا نضيف جبنة الماسكربون عليها. كثير بيلبق الجبنة تينا على السميد. ثانك يو. بتاخذ بعد او بكفي؟ كنت نص ملعقة او القريشة. ثانك يو. ضل عنا اول ما تبلش تتماسك وتشتد نوضع القلوبات. اليوم بتقولي لي انا ما بحب القلوبات، فينا نوضع التين او حتى الزبيب لحاله والكرامبري، حيلا شيء عنا اياه. وبدنا نرجع نذكر انه بدنا نزينهم بهيدي الطريقه، مثل يعني هيدي وصفه سهله وبسيطه، زينناهم مثل ما هون عم نشوف بمربى التين او شوي من الكورن فليكس او القلوبات. بدنا نوضع القلوبات. قد ايه بتحمل؟ هي بتحمل. انت معك بتحمل. فوالا. بعد تشتد الدقيقة بنط فيها. فوالا. حلو. واليوم بدي اقول انه حتى اذا شفنا انه هلا كثير مهم انه وقتا يخلصوا من النار نشيلهم ونحطهم على جنب، وهن احسن شيء انه نقلبهم ببول ونعبيهم، يعني ما يكونوا كثير، ما نخليهم بشيء سخن، انه كثير مهم انه نقلبهم. مثل ما هون عم يشوفوا انه ما بعرف اذا بنلحق نزين كم وحده تينا. فوالا الجبنه خلصت، حتى بدي اقول انه فينا نحط جبنه بقلبها، هذه الجبنه مثل ما عملنا. هلا انا هيك وصفات مع صوص كريم بحبهم بفيرينات، يعني ايه حلوين بفيرين واهين للاكل كمان، وهيك انه ليكي ما فرقت الدقيقه. فوالا ححط شوي من الجبنه بقلبها. شوية من المربى، القلوبات، الكورن فليكس، حتى نبلش بالجبنة. قريشة، أنا اليوم معلقة على القريشة. هي ليه ما جبت قريشة؟ ما لقيت. فوالا. فينا نحط شوية من المربى. مربى التين. مربى التين، أحيانا نوع من المربى يلي نحن بنحبه، مش ضروري التين. بس المربى مع السميد كمان طيب. نحن رح نكفي تزيين الفيرين ونرجع بعد هالوقفة على التيستينغ. كثير مهضومين طالعين، مثل ما قلنا قبل انه هيدي الوصفه مع انه فيها تنحط بيجات، بس ايه شو احلى هيك بورشن صغار فيرين، كل واحد بيطلع له بورشن صغيره وانا كثير حاب في التنه. شو؟ انا كثير حاب في التنه كمان. مثل ما قلتي يعني فينا القلوبات ندخلهم مع السميد، وكمان فينا نستعملهم للبش. مثل ما اشتغلنا اليوم يعني فيها تكون هيك وصفه كثير بسيطه. السميد المعودين عليه اللي كل ست بيت مزبوط بتعرف تعمله، او اكيد انه معوده انه تعمله، بس اليوم حبينا نطلع شوي من العاده، وحبينا نضيف الاجبان بقلبهم، ان كانت جبنه العكاوي المعودين عليها، او حيلا نوع من الجبنه يلي نحن بنحبها يلي اكيد منا مالحه.
مثل ما اشتغلنا حبينا هيك نضيف القوت مع الكورن فليكس، او فينا نضيف التين مثل ما حكينا، القلوبات تحيل عشان احنا بنحبه هيك تنطلع شوي من العاده. والحلو انه حبينا انه نزينه فيك تدخلي شوكولا، فيك تدخلي مربى، انه حسب الواحد شو بحب كنكهات. يعني انه فينا نعمل مزيج وهيك انه ونقدمهم بهيدي الطريقة البسيطة، نحط القلوبات الكرامبري الزبيب مثل ما فينا نعملهم كمان تينا بيجات. هيك بيجات كبير، بس تعرفي كل شيء كريم حلو يتقدم دون دي فيرين او بكاسات صغيرة، لأنه جات بعد ما تسكبي فوالا بصير منظر وهيك حلو، ما كثير حلو بقى بيجات رح يتاكل كله ايه على الوقعة وبعرف قد ايه رح يتاكل، يعني قد ما يكون طيب، بس انه حلو هيك دون دي فيرين او كاسات صغيرة او حيلا شيء هيك بار بورسيون يعني. حلو بدي اقول اليوم انه حلو كمان انه نزينهم مثل ما احنا هيك مزينينهم حتى مع الكورن فليكس اكيد على الوجه، مثل ما فينا كمان تينا انه نطحن شوي الكورن فليكس والقوط نمزجهم سوا. نحن لو عندنا وقت كنا اشتغلنا بزيت الطريقة نلوحهم على نار كمان ونغطي فيهم وسطنا، يعني فينا نشتغل هيك مثل ما فينا نشتغل هيك، انه فينا نشتغل. والحلو بهالوصفة انه فينا نعمل قبل بوقت، قبل بوقت يعني بتعرفي قيمات نعمل حلويات لازم تكون اخر دقيقه، بس لما يكون عندك عزيمه ايه هيدي بتريح صح. ايه نحن هيك عم ننبش على كل شيء بيريح، كل ست بيت ايه سهله وسريعه وبسيطه، وكل ست بيت بتعرف تطبخ او ما بتعرف تطبخ فيها تشتغلها يعني. وكمان مثل ما قلت انه فينا كمان نشتغلها قبل بليله هيك ونحطها بالبراد نعطيها كمان، يمكن الزينه اخر دقيقه احلى صح، نحطهم على الوش قبل ما اذا مش كثير اخر دقيقه يعني اخر ابو ساعه ساعه نص نهار إذا مش آخر دقيقة يعني. دلال ثانك يو، فكرة كثير مهضومة للويكند خاصة. رح ناخذ وقفة مشاهدينا ومكفين سوا.